أما عن حزب الله فحضره السيدان غالب أبو زينب ومحمود قماطي. إذن هذا اللقاء وقد عرف أو من المتوقع أن يكون هذا اللقاء هو لتتويج ورقة. إذن مشاهدينا يبدو أن السيدين جبران باسيل والسيد غالب أبو زينب سيتلوان ورقة العمل المشترك بين التيار الوطني الحر وحزب الله والتيار الوطني الحر. أولا الحوار. إن الحوار الوطني هو السبيل الوحيد لإيجاد الحلول للأزمات التي يتخبط فيها لبنان، وذلك على قواعد ثابتة وراسخة هي انعكاس لإرادة توافقية جامعة، مما يقتضي توفير الشروط الضرورية التالية لنجاحه. أولا مشاركة الأطراف ذات الحيثية السياسية والشعبية والوطنية، وذلك من خلال طاولة مستديرة. ب الشفافية والصراحة وتغليب المصلحة الوطنية على أي مصلحة أخرى، وذلك بالاستناد إلى إرادة ذاتية وقرار لبناني حر وملتزم. جيم شمول كل القضايا ذات الطابع الوطني والتي تقتضي التوافق العام. 2 الديمقراطية التوافقية. إن الديمقراطية التوافقية تبقى القاعدة الأساس للحكم في لبنان، لأنها التجسيد الفعلي لروح الدستور ولجوهر ميثاق العيش المشترك. من هنا فإن أي مقاربة للمسائل الوطنية وفق معادلة الأكثرية والأقلية تبقى رهن تحقق الشروط التاريخية والاجتماعية للممارسة الديمقراطية الفعلية التي يصبح فيها المواطن قيمة بحد ذاته. 3 قانون الانتخاب. إن إصلاح وانتظام الحياة السياسية في لبنان تستوجبان الاعتماد على قانون انتخاب عصري قد تكون النسبية أحد أشكاله الفعالة، بما يضمن صحة وعدالة التمثيل الشعبي ويسهم في تحقيق الأمور الآتية. 1 تفعيل عمل الأحزاب وتطويرها وصولا إلى قيام المجتمع المدني. 2 الحد من تأثير المال السياسي والعصبيات الطائفية. 3 توفير فرص متكافئة لاستخدام وسائل الإعلام المختلفة. 4 تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج. 5 إن الحكومة والمجلس النيابي مطالبان بالتزام أقصر المهل الزمنية الممكنة لإقرار القانون الانتخابي. 4 بناء الدولة. إن بناء دولة عصرية تحظى بثقة مواطنيها وقادرة على مواكبة احتياجاتهم وتطلعاتهم وعلى توفير الشعور بالأمن والأمان على حاضرهم ومستقبلهم، يتطلب النهوض بها على مداميك راسخة وقوية لا تجعلها عرضة للاهتزاز وللأزمات الدورية كلما أحاطت بها ظروف صعبة أو متغيرات مفصلية. الأمر الذي يفرض مراعاة التالي: 1 اعتماد معايير العدالة والتكافؤ والجدارة والنزاهة. ب إن القضاء العادل والنزيه هو الشرط الضروري لإقامة دولة الحق والقانون والمؤسسات، وهذا يستند إلى 1 الاستقلالية التامة لمؤسسة القضاء واختيار القضاة المشهود لهم بالكفاءة بما يفعل عمل المحاكم على اختلافها. 2 احترام عمل المؤسسات الدستورية وإبعادها عن التجاذبات السياسية وتأمين استمرارية عملها وعدم تعطيلها كما جرى في المجلس العدلي والمجلس الدستوري. ويشكل ما جرى في المجلس الدستوري نموذجا لعملية التعطيل، خاصة في مسألة الطعون النيابية المقدمة أمامه والتي لم يجري البت بها إلى الآن. جيم معالجة الفساد من جذوره، حيث أن المعالجات الظرفية والتسكينية لم تعد كافية
وإنما باتت مجرد عملية تحايل تقوم بها القوى المستفيدة من الفساد بكل مستوياته لإدامة عملية نهبها لمخدرات الدولة والمواطن معا. وهذا يتطلب أولا تفعيل مؤسسات ومجالس الرقابة والتفتيش المالي والإداري مع التأكيد على فصلها عن السلطة التنفيذية لضمان عدم تسييس أعمالها. 2- إجراء مسح شامل لمكامن الفساد تمهيدا لفتح تحقيقات قضائية تكفل ملاحقة المسؤولين واسترجاع المال العام المنهوب. 3- تشريع ما يلزم من قوانين تسهم في محاربة الفساد بكل أوجهه، والطلب إلى الحكومة توقيع لبنان على معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 4- العمل على إصلاح إداري شامل يكفل وضع الشخص المناسب في المكان المناسب، لا سيما أولئك المشهود لهم بالجدارة والكفاءة ونظافة الكف، وذلك عبر تفعيل دور مجلس الخدمة المدنية وقيامه بصلاحيته الكاملة. وضع مهل زمنية لمعالجة هذه القضايا لأن عامل الوقت بات مميتا والأمر يتطلب معالجات حكيمة وسريعة تستخدم الوقت لمصلحتها بدل أن يستخدمه الفاسدون لمصلحتهم. كمل جبران. 5- المفقودون خلال الحرب. إن طي صفحة الحرب ماضي وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة يتطلب إنهاء ما بقي من ملفات الحرب العالقة، وإن ملف المفقودين في الحرب يحتاج إلى وقفة مسؤولة تنهي هذا الوضع الشاذ وتريح الأهالي الذي لا يمكن مطالبتهم بالمسامحة من دون احترام حقهم بمعرفة مصير أبنائهم. لذلك نطلب من كافة القوى والأحزاب التي شاركت في الحرب التعاون الكامل لكشف مصير المفقودين وأماكن المقابر الجماعية. 6- اللبنانيون في إسرائيل. انطلاقا من قناعتنا أن وجود أي لبناني على أرضه هو أفضل من رؤيته على أرض العدو، فإن حل مشكلة اللبنانيين الموجودين لدى إسرائيل تتطلب عملا حثيثا من أجل عودتهم إلى وطنهم، آخذين بعين الاعتبار كل الظروف السياسية والأمنية والمعيشية المحيطة بالموضوع. لذلك نوجه نداء لهم بالعودة السريعة إلى وطنهم، استرشادا بنداء سماحة السيد حسن نصر الله بعد الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، واستلهاما بكلمة العماد ميشيل عون في أول جلسة لمجلس النواب. 7- المسألة الأمنية. أولا في الاغتيال السياسي، إن كل شكل من أشكال الاغتيال السياسي هو أمر مدان ومرفوض لتناقضه مع الحقوق الأساسية للإنسان ومع أهم ركائز وجود لبنان المتمثلة بالاختلاف والتنوع ومع جوهر الديمقراطية وممارستها. من هنا فإننا بقدر ما ندين عملية اغتيال دولة الرئيس الشهيد رفيق الحريري وما سبقها وما تلاها من عمليات اغتيال ومحاولات اغتيال وصولا إلى اغتيال النائب جبران التويني، نشدد على أهمية استمرار التحقيق وفق الآليات المقررة رسميا وصولا إلى معرفة الحقيقة فيها التي هي أمر لا يمكن إخضاعه لأي مساومة باعتباره الشرط الضروري لإحقاق العدالة وإنزالها بحق المجرمين ولوقف مسلسل القتل والتفجير. لذا من الواجب إبعاد هذه القضايا عن محاولات التوظيف السياسي التي تسيء لجوهرها ولجوهر العدالة التي يجب أن تبقى فوق أي نزاعات أو خلافات سياسية. 2- في الإصلاح الأمني، إن إصلاح الأجهزة الأمنية جزء لا يتجزأ من عملية الإصلاح الشامل لمؤسسات الدولة الأساسية ولإعادة بنائها على قواعد صحيحة وثابتة. ونظرا للموقع الحساس الذي تحتله الأجهزة الأمنية في حفظ وحماية الاستقرار الأمني في البلاد إزاء أي خروقات أو تهديدات تمسه، يجب إلى عملية بنائها عناية مركزة
من هنا فإن الحكومة مدعوة لتحمل مسؤولياتها كاملة وفق التالي: ألف، وضع خطة أمنية متكاملة تقوم على مركزية القرار الأمني وتنهض على تحديد واضح للعدو من الصديق ولمكامن التهديد الأمني، ومنها مسألة الإرهاب والثغر الأمنية الواجب معالجتها. ب. تحييد الأجهزة الأمنية عن الاعتبارات والمحسوبيات السياسية وأن يكون ولاؤها وطنيا بالكامل. ج. إيلاء مسؤولياتها لشخصيات مشهود لها بالكفاءة ونظافة الكف. د. إن الإجراءات الأمنية يجب أن لا تتناقض مع الحريات الأساسية التي نص عليها الدستور وفي طليعتها حرية التعبير والممارسة السياسية، من دون أن يؤدي ذلك إلى الإخلال بالأمن والاستقرار العام. ه. تشكيل لجنة برلمانية أمنية تواكب عملية الإصلاح والبناء الأمنيين وتراقبهما. 8. العلاقات اللبنانية السورية. إن إقامة علاقات لبنانية سورية سوية وصحيحة تقتضي مراجعة التجربة السابقة باستخلاص ما يلزم من العبر والدروس ولتلافي ما علق بها من أخطاء وشوائب وثغرات، وبما يمهد الطريق للنهوض بهذه العلاقات على أسس واضحة من التكافؤ والاحترام الكامل والمتبادل لسيادة الدولتين واستقلالهما، على قاعدة رفض العودة إلى أي شكل من أشكال الوصاية الخارجية. لذا يجب ألف اتخاذ الحكومة اللبنانية كافة الخطوات والإجراءات القانونية المتعلقة بتثبيت لبنانية مزارع شبعة وتقديمها إلى الأمم المتحدة، وذلك بعد أن أعلنت الدولة السورية لبنانيتها الكاملة. ب. ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا بعيدا عن التشنجات التي تؤدي إلى تعطيل العملية التي طالما احتاج لبنان وسوريا إلى إنهائها ضمن اتفاق البلدين. جين. مطالبة الدولة السورية بالتعاون الكامل مع الدولة اللبنانية من أجل كشف مصير المعتقلين اللبنانيين في السجون السورية في أجواء بعيدة عن الاستفزاز والتوتر والسلبية التي من شأنها إعاقة البدء في هذا الملف على نحو إيجابي. تال إقامة علاقات دبلوماسية بين البلدين وتوفير الظروف الملائمة لها بما ينقل العلاقة من الأفراد والمجموعات إلى علاقة بين المؤسسات بحيث تؤمن استمرارها وثباتها. 9. العلاقات اللبنانية الفلسطينية. إن معالجة الملف الفلسطيني يتطلب مقاربة شاملة تؤكد من جهة احترام الفلسطينيين لسلطة الدولة اللبنانية والتزامهم بقوانينها، وتجدد من جهة أخرى التضامن مع قضيتهم واستعادتهم لحقوقهم، وذلك حسب القواعد التالية: ألف إن الوضع الاجتماعي للفلسطينيين يستدعي الاهتمام الشديد لناحية تحسين الظروف المعيشية وتأمين المستوى اللائق لأسس الحياة الإنسانية الكريمة وفق ما يقتضيه التعاون الثنائي وشرعة حقوق الإنسان، إضافة إلى إعطائهم التسهيلات اللازمة للانتقال داخل وخارج الأراضي اللبنانية. ب. إن حق العودة للفلسطينيين هو أمر أساسي ثابت، ورفض التوطين هو أمر يجمع عليه اللبنانيون ولا يمكن التراجع عنه بأي شكل من الأشكال. جين. تحديد العلاقة بين الدولة اللبنانية والفلسطينيين في إطار مؤسسات فلسطيني واحد يكون ممثلا شرعيا للشعب الفلسطيني في لبنان بما يؤمن حسن التنسيق والتعاون. دال معالجة ملف إنهاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات
وترتيب الوضع الأمني داخلها يجب أن يتم في إطار من الحوار الجاد والمسؤول والحثيث بين الحكومة اللبنانية والفلسطينيين، بما يؤدي إلى بسط سلطة الدولة وقوانينها على كافة الأراضي اللبنانية. 10. حماية لبنان وصيانة استقلاله وسيادته. إن حماية لبنان وصون استقلاله وسيادته هما مسؤولية وواجب وطني عام تكفلهما المواثيق الدولية وشرعة حقوق الإنسان، لا سيما في مواجهة أي تهديدات أو أخطار يمكن أن تنال منهما من أي جهة أتت. من هنا فإن حمل السلاح ليس هدفا بحد ذاته، وإنما وسيلة شريفة مقدسة تمارسها أي جماعة تحتل أرضها، تماما كما هي أساليب المقاومة السياسية. وفي هذا السياق فإن سلاح حزب الله يجب أن يأتي من ضمن مقاربة شاملة تقع بين حدين. الحد الأول هو الاستناد إلى المبررات التي تلقى الإجماع الوطني والتي تشكل مكامن القوة للبنان واللبنانيين في الإبقاء على السلاح. والحد الآخر هو تحديد الظروف الموضوعية التي تؤدي إلى انتفاء أسباب ومبررات حمله. وبما أن إسرائيل تحتل مزارع شبعة وتأسر المقاومين اللبنانيين وتهدد لبنان، فإن على اللبنانيين تحمل مسؤولياتهم وتقاسم أعباء حماية لبنان وصيانة كيانه وأمنه والحفاظ على استقلاله وسيادته من خلال 1. تحرير مزارع شبعة من الاحتلال الإسرائيلي. 2. تحرير الأسرى اللبنانيين من السجون الإسرائيلية. 3. حماية لبنان من الأخطار الإسرائيلية من خلال حوار وطني يؤدي إلى صياغة استراتيجية دفاع وطني يتوافق عليها اللبنانيون وينخرطون فيها عبر تحمل أعبائها والإفادة من نتائجها. انتهت الورقة. بس في بالفقرة الرابعة تأمين الوسائل اللازمة لتمكين اللبنانيين المقيمين في الخارج من ممارسة حقهم الانتخابي. إذن مشاهدينا، كما نرى أنه بعدما تمت تلاوة ورقة العمل المشترك بين التيار الوطني الحر وحزب الله، نرى رئيس التيار الوطني الحر رئيس تكتل الإصلاح والتغيير العماد ميشيل عون والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يبدو أنهما سيكون لهما مؤتمر صحفي مشترك، وذلك بعد لقاء مطول جرى بينهما. لقاءنا اليوم مع سماحة السيد حسن نصر الله هو لإبراز أشياء أساسية لازم نمارسها لحل المشاكل العالقة وحل النقاط الخلافية عن طريق الحوار. طبعا مش أي شخص فيقوم بهيك عمل، بده يكون بالأساس عنده مبادرة وعنده ثقة بنفسه، ومن خلال المبادرة والثقة بالنفس بيرجع لبنان دولة مستقلة منا بحاجة لحتى تحمل مشاكلها وتدور على العواصم الغريبة حتى تحلهم. هذه ثقافتنا الجديدة، أن نتعاون وأن نتبادل الآراء وأن نصل إلى حلول. القائم لغاية الآن هو تنمية الروح الخلافية بين الناس والمشاكسة وإبراز السلبيات. نحن نعتمد
الخط المعاكس كليا، وهو الالتقاء حول الإيجابيات وحول بناء لبنان. كثير نحن مشهورين بسلوكنا بالاتفاق على الله. تقوية الوحدة الوطنية، نعم، لنتعاضد لحل جميع المشاكل. وبعتقد بهالذهنية لبنان اللي منريده كلنا سيد حر مستقل بيتعمر. بسم الله الرحمن الرحيم. لقائنا اليوم مع سيادة العماد ميشيل عون هو لقاء منتظر منذ وقت طويل، لكن حرصنا خلال الفترة الماضية كلها أنه ما يكون لقاء بروتوكولي، لقاء مجاملات على الطريقة اللبنانية، وإنما أن يكون لقاء تأسيسي في الحقيقة، يؤسس لتعاون بين التيار الوطني الحر وبين حزب الله، وتعاون قائم على تفاهم وعلى رؤية وعلى منهج. الشباب الله يعطيهم العافية كان في لجنة مشتركة نحكى عنها أكثر من مرة، بذلوا جهد كبير وعملوا مصادر التفاهم وتم قرارها والشيء اللي سمعته. اليوم نحن تيارين نلتقي على رؤية ونتعاون على أساس هذه الرؤية. هدفنا هو سيادة لبنان، حماية لبنان، استقلال لبنان، حرية لبنان، وبناء الدولة التي تحمل الجميع وترعى الجميع وتحل مشاكل البلد. الدولة القوية، الدولة القادرة، الدولة التي تملك شجاعة أن تتحمل المسؤولية ولا تلقي بالتبعات على الآخرين. الدولة المبادرة اللي هي صاحبة قرار وهي صاحبة خطة وهي صاحبة مشروع. في كل الأحوال نحن لقائنا اليوم نعتبره بداية ممتازة جدا لعلاقة بين تيارين لبنانيين وطنيين كبيرين. نتمنى، هذا طبعا ليس لقاء أو تعاون أو تفاهم في مقابل أحد، وإنما هو دعوة الآخرين، لأنه خصوصا الجنرال كان عطول بصير على طاولة مستديرة، هي دعوة للكل أنه نقعد ونتفاهم ونتحاور لنبني بلدنا بعيدا عن لغة الشطب والإلغاء والحذف ومنطق تجاوز أي شريحة لبنانية أو تيار لبناني هو أساسي في البلد ويمكن أن يعطي قوة للبلد وإضافة للبلد. هذا إن شاء الله لقاء مبارك، خصوصا بعد الظروف اللي مرقنا فيها، يمكن أحداث يوم أمس بعتقد بتعطي للقائنا طابع مختلف. نحن ما كنا قاصدينه، نحن متفقين على الموعد قبل بكم يوم، يعني متفقين على المكان وعلى الزمان قبل بكم يوم، لكن بكل الأحوال لقائنا خصوصا في هذا المكان بعتقد بيوصل الرسالة المطلوبة. تفضلون. سمحت السيد، بموضوع المقاومة، سلاح المقاومة، يعني فهمونا أكثر. اللي قريناه حسب ما فهمنا أنه باقي السلاح يعني ومربوط بحماية لبنان، يعني هل هالموضوع أنه متفق عليه بهالشكل؟ النص واضح، النص عم بيقول أنه هلأ في مشكلة بعد قائمة العلاقة بالمزارع والعلاقة بالأسرة. في موضوع غير موضوع المزارع والأسرة هو تهديد الإسرائيلي للبنان. فكيف نحمي لبنان؟ النص شو عم بيقول؟ عم بيقول النص مفترض أنه يصير في حوار وطني طاولة مستديرة، نحن كلبنانيين مع بعضنا ونتناقش ما هي الوسيلة أو الاستراتيجية الكفيلة بحماية البلد. على ضوء الإجابة على هذا السؤال يتقرر مصير سلاح المقاومة.
بس في سؤال سماحة الجنرال أيضا. هيك صورونا حطونا عبيبي كمان حاطينا اليوم. عم تقولوا بالوثيقة أنه بدكم تسترجعوا المال العام المنهوب، يعني هون فتنا بشغلة ما بعرف وين بتوصلنا. طالما المال العام المنهوب منهوب من قبل ناس موجودين، يعني ما بدي اقول انا، انت ممكن بتسمي اكثر مني، بس انه مين اللي نهى بالمال العام؟ لا بتستحي. ما بيستحي، ما موجودين بالسلطه، يعني من مين بدكم تسترجعوا؟ يعني فتوا بمشكل مع السلطه انه يعني على الاقل هيدا البند غير قابل للتنفيذ. غير قابل للتنفيذ؟ حكمت علينا مسبقا. عندكم الجرأة انكم تسترجعوا المال العام المنهوب من اشخاص موجودين بالسلطة؟ ليش السلطة بتخوف؟ بالاساس بدي اقول لك انه السلطة هي بيد الشعب. الشعب تضرر فيه عدة مرات. ودائما بالنظام الديمقراطي في تجديد للسلطة وفي بناء للرأي العام. إذا الرأي العام هو بده يضل يقر بالفساد ويجدد للفاسدين، خليه يتحمل المسؤولية وما يبكي بآخر الشهر ما عنده يدفع القسط، أو ما يبكي ويروح على سفارة حتى ينال فيزا للهجرة. فإذا من هون كمان نحن منا ديكتاتوريين حتى نلقط الناس ونحطهم على الحيط مثل ما كانت تعمل الميليشيا. نحن ديمقراطيين عم نطالب بتحقيق مالي لحتى نحدد أسباب الهدر، أسباب السرقة. يمكن يكون قرار، لا ما عم يتركونا نعرف نعمل كشف حساب، رح منطالب بكشف الحساب، والسارق بيتحمل، واللي مش سارق كمان منعلق له وسام الأمانة. ما شو المستغرب انه شعب يطالب بحقوقه؟ لا ما فينا نحدد مسبقا قبل ما يصير التحقيق المالي. اذا منحدد مسبقا بصفي عنا كأنه عنا عدو سياسي، نحن عم نصفي، نحن ما بدنا نصفي حدا، نحن ما نعرف الحقيقة. سؤال جواب يمكن يكون مشترك. ورقة التفاهم المشتركة هي ورقة عامة لبناء وطن مثل ما فهمنا من المقدمة للقلب، لكن في قضايا آنية الآن مطروحة واستحقاقات جاية أبرزها الانتخابات الفرعية اللي حتحصل. لحد هلا ما فهمنا حيكون في تعاون ما بين حزب الله والتيار الوطني الحر، وطبعا الاستحقاق الأساسي كمان الثاني اللي حصل امبارح، هل حيكون هاللقاء أو هل تعاون سبيل لتهدئة الأجواء ومنع الفتنة اللي كان ممكن توقع امبارح بالتحديد؟ أول من الموضوع الأول أو الأخير طرحته أنه ست تهدئة الفتنة، كما قال سماحة السيد أنه الموضوع الاجتماعي كان محدد والموعد محدد قبل ما تصير محاولة امبارح. ولكن يمكن دائما العناية الإلهية الى تصرفها، وثائبت على انه يكون بعد هالحدث مباشرة ونفرج الوجه الاخر يلي بتصرفاته عم بيقمع الفتنة. وان شاء الله هالمحاولات ما تصير مرة تانية، ونحن لها بالمرصاد وشغلتنا نوعي الرأي العام وننبهه مثل ما قضينا امبارح نهار كتير صعب كان، حتى ما يصير في غلط حتى من قبل المتضررين، لأنه لو صار الغلط كنا وصلنا لوضع أبشع من وضع عين الرماني اللي بينذكر ما بينعاد. مشان الانتخابات بالواقع منه كان موضوع ضمن الورقة، ولكن بالطبع أي تقارب وتفاهم سياسي بيؤدي كمان إلى كنتيجة بيجي التفاهم الانتخابي. بعتقد ما راح نكون بعيد عن بعضنا بهالموضوع، وإن لم يبحث هذا الموضوع بالتفصيل لأنه مش موضوع اجتماعي. قناة الجزيرة، السؤال الأول لك جنرال، هل تخشى أن هذه